الرحمن الرحيم. الدكتور جرجس عياد اسكندر من مؤسسي العمل الطبي في مدينة كوستي منذ منتصف القرن الماضي، ويكاد لا يوجد في كوستي من لا يعرف دكتور جرجس وعيادته. وكانت عيادته شعبية يؤمها الفقراء والمحتاجون، وسكان الريف يعرفهم ويعرفونه ولا يهتم كثيرا للأجر، وكثيرون يعتقدون أن في يديه بركة فلا يتعالجون إلا عنده. كذلك كان مهتما بالتعليم وتطوير المدارس، ويشارك في كل مناسبات التعليم وتسييره حتى لكأنه من مسؤولي التعليم. أحب السودان وأهله حتى أن أهزيته المفضلة كانت عزة في هواك، يترنم بها في شيء من الحب والقداسة. حينما رحل الدكتور جرجس للخرطوم في الستينات افتقده الناس، ثم سارت إشاعة أن دكتور جرجس مات، فتألم الناس وبكوا. وحين عاد بعدها لكوستي ووسط احتفاء الناس به، التقى بجارة له حجة هاجيتي، فسألها بطريقة الودودة: يا حجة هاجيتي، لما سمعت عني مت بكيتيني كيف؟ منحتي؟ كان لدكتور جرجس وزوجته علاقة متميزة بالأستاذ محمود محمد طه، حيث زامله في كلية غردون. ثم لما سكن الأستاذ حي المرابيع بكوستي تعمقت العلاقة بينهما. كذلك حكى الأستاذ سعيد شايب أن زوجة الدكتور جرجس البريطانية الأصل كانت تقول: ديني دين محمود محمد طه. وحينما سئل الباحث المؤرخ إيدي ثوماس البريطاني أيضا دكتور جرجس عن الأستاذ محمود، جاء في مؤلفه ما يمكن ترجمته: عندما أسر إلي الأستاذ محمود محمد طه بمشروعه وأحلامه، صنفته في بادئ الأمر بغريزة الطبيب على أنه حالة بارانويا، ولكن عندما فهمت أمره باستفاضة صار الرجل عندي نبيا. لكل ذلك طلبنا نحن بعض تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه من ابن دكتور جرجس دكتور مايكل اسكندر المقيم ببريطانيا أن يكتب لنا عن والده، فأرسل لنا المكتوب التالي مطبوعا باللغة الإنجليزية. ولد الوالد في يناير 1919 في مدينة ود مدني بالسودان. والده عياد اسكندر فرج، والذي كان موظفا حكوميا ثم أصبح صاحب متجر، والكلام عنه مثل الأسطورة في الأسرة. قيل أنه قاد أول شاحنة للبريد السوداني. هل تذكر العملة المعدنية التي فيها رجل راكب على جمل يحمل طرودا بريدية؟ حسنا، في تلك البدايات كان والده يقود شاحنة البريد بالأماكن التي لا توجد بها سكك حديدية أو طرق، وكان ينام على كابينة اللوري ليلا. وفي يوم سقط من الكابينة وكسر ساقه، ويقال أنه واصل مشواره إلى وجهته وسلم الأمان البريدية ثم مضى ليعالج كسره. طبعا لا أعرف بدقة مدى صحة ذلك، لكنها قصة جميلة سمعتها من الأعمام والخالات عندما كنت صغيرا. ثم أن ساقه كانت فعلا ملتوية، وكان يمشي بعرجة واضحة طوال الوقت الذي عرفناه فيه. جدنا مولود بمدينة الإسكندرية، وجاء السودان مع الغزو البريطاني بعد زوال حكم الخليفة وبعد هزيمة جيوش المهدية في موقعة كريري، واستقر بمدينة ود مدني. لديه 5 من الأبناء: 3 بنات، بهجة وبرتا وميري، وولدين اسكندر وجرجس، والذي كان يعرف أيضا باسم شفيق عندما كان أصغر سنا. وكان كثير المرض، وفي مرة أوشك على الموت حيث لم يكن معه مال ولم يستطع الوصول للمركز الصحي، وكان معه القليل من الطعام وراديو صغير. تخطى تلك الحادثة، لكنها جعلته يحب الاستماع للراديو طيلة حياتي، ودائما تجد معه الكثير من أجهزة الراديو. كان يستمع بالتحديد لهيئة الإذاعة البريطانية من لندن، وهذه العادة لها تأثير واسع على مجريات حياتي، ولربما أكلمك بتوسع عن هذا في فرصة أخرى لو رغبت. تخرج الوالد من مدرسة كوتشنر الطبية عام 1945 كواحد من دفعة مكونة من 5 أشخاص بامتياز، وبدأ العمل في الخرطوم، حيث التقى فيما بعد بوالدتي روبيكا سميث، وهي قابلة تم إرسالها للمساعدة في تنظيم وتحسين خدمات الأمومة في السودان الاستعماري. عرفت أنه لم يكن مسموحا للعاملين وقتها
أن يختلطوا معا أو يتزوجوا، ولذلك سافر مع الوالدة إلى إثيوبيا وعمل في الجيرات وأسمرة. ولدينا أفلام رائعة لتلك الفترة، وقد سمعت خاصة يقف لها شعر الرأس عن الحياة في الريف الإثيوبي في تلك الأيام، وقد كان الوالد أحد الأوائل الأجانب الذين زاروا كنائس لالبيلا. أخي لويس ولد هناك في 1949. رجعنا للسودان حوالي 1950-1951، واستقر بنا الحال بمدينة كوستي بالنيل الأبيض، حيث ولدت أنا في العام 1952 وأختي أليسون وليليان في 1954-1956 على التوالي. افتتح الوالد عيادته في حي المرابيع مباشرة في منطقة الإشارة الحمراء، وهي منطقة كان فيها العديد من المنازل ذات السمعة السيئة. رحل فيما بعد إلى عيادته الأخرى حوالي عام 1962. لقد كان رجلا بسيطا وأصبح مشهورا جدا فيما بعد، وكان مشغولا دائما، وكثيرا كنت أراه يرفض أخذ الأموال من الفقراء، خاصة الذين ربما قطعوا مسافات طويلة لرؤيته. أعتقد أنه كان مقدرا لي أن أصبح طبيبا أيضا، حيث منذ سن مبكرة 4 أو 5 سنوات كنت أجلس في عيادته في مكتبه وأرى مواكب لا نهاية لها من المرضى الفقراء، وأرى الموت أيضا، وكذلك أرى الأثرياء في المنطقة وهم يجيئون ويروحون. كان لدينا فترة راحة قصيرة عندما يحضر لنا الصبي كوكاكولا أو بيبسي مثلج من متجر تكلا الصغير في زاوية. كان هناك أيضا عدد من الإغريق والأقباط واليهود والهنود في المدينة في ذلك الوقت، وكان الوالد يعرفهم جميعا، وكان شديد الملاحظة، وكان يكتشف الصفات الوراثية وأنماط الأمراض العائلية خاصة داخل المجتمع القبطي المعزول، حيث كان زواج الأقارب شائعا. في الدراسات الحديثة كثرت البحوث حول هذا النوع من الاهتمام، كان يخبرني عن كل شيء في ذلك، لكنني للأسف كنت غير منتبه لأخذ ملاحظات، وندمت على ذلك فيما بعد. يكفي هذا للتمثيل بنماذج من عملي، فقد كان لديه مواهب أخرى، لكن من المؤكد جمع المال لم يكن من بينها. صمم أبي مع الوالدة منزلنا الرئيسي في كوستي، وأشرف على بنائه في حي النصر بجانب عمارة عبد الرازق عثمان. كنا قبلها جوار عائلة طيب علي طه بالقرب من السوق الصغير، وعبر ميدان اللعب للمدرسة الابتدائية والمدرسة المتوسطة الأميرية كنت أذهب مع أخي، وكان يمكننا أن نرى القطار يقترب من المحطة في تلك الأيام، حيث كانت المباني نادرة في ذلك الوقت. وعلى الجانب الآخر من بيتنا كان هناك محمد الحسن الطاهر، ثم هناك حديقة صغيرة. أصبح الطيب علي طه حاج الطيب أو عم الطيب وعشيرته من أصدقاء العائلة المقربين، وساعدوا الوالدة كثيرا جدا على الاندماج في المجتمع السوداني وفهم حياة الريف السوداني، وكذلك فعلت عشيرة أحمد كوكو والذين يسكنون أبعد قليلا في أعلى الطريق. الحاج الطيب يتحدث الإنجليزية بشكل لا تشوبه شائبة، وكان مثاليا بشكل مذهل، وهو إنسان لطيف بحق، أصبحنا مع أطفاله أفضل أصدقاء، وبدأ أن كل منهم ينتمي إلى نفس فئاتنا العمرية، لذلك فإن سامي وعادل وسمية ونحن أنداد بشكل مثالي، كذلك شقيقاتهم سعاد وآمنة وسلمى وأماني وسامية ابنة آمنة، وإن كان هؤلاء ومحمد صغار نسبيا وقتها، وكنا دائما في منازل بعضنا البعض. كان والدي يحب رعاية النباتات والحديقة، وقد كان فنانا ورساما ممتازا. عرفت لاحقا أنه كان يعزف موسيقى، لكنه لم يمتلك أبدا أي آلات موسيقية. شجعني أن أكون أكاديميا أكثر، وفي نفس الوقت علمني كل ما أعرفه عن الرسم الآن، كما شجعني على التلوين بحرية وبطريقة التجريد أيضا. حتى الآن هذا ما أفعله كشخص أملك أمر نفسي، كما أعزف الآن العديد من الآلات الموسيقية وبالطرق المعاصرة. أكره أن أقولها، ولكن أعتقد أنه كان ينطبق عليه ما يسميه الناس الآن متعدد الشخصيات.
حيث يمكنه التأثير القوي على عقول الآخرين في أي شيء، ولذلك كان شديد الاهتمام بعادات الناس وبالدين وبالثقافة وبتفاعلات هذه الأشياء التي يقرأها بشغف عن أي شيء وفي كل شيء. يحب أن يتحدث إلى الجميع، وكان متسامحا وكان لطيفا، وهو لا ينسى أيضا. تعلم قراءة الهيروغليفية المصرية القديمة، تعلم النص القبطي القديم والذي يمكنه التحدث به أيضا، ومع ذلك لم يكن متدينا حيث لم تكن هناك كنيسة يذهب إليها في أيام الأحد وما إلى ذلك. وفي الواقع لم نكن نذهب إلى أي كنيسة معظم سنوات طفولتي في كوستي، لكن كان يزورنا العديد من الكهنة المعمدانيين والأقباط المحليين ثم الكاثوليك في المناسبات والأحداث مثل عيد الميلاد وعيد الفصح إلى آخره. حوالي العام 1960-61 شجعه البعض على الانتقال إلى الخرطوم ليكون أفضل وضعا وأكثر نجاحا وأقدر على اكتساب الثروة، ولم أفهم هذا التفكير أبدا في ذلك الحين، حيث كان عندنا كل ما كنت أعتقد أنه حياة مثالية. لكن قمنا بتعبئة أغراضنا وكان هناك الكثير من الوداع الحزين. كل شيء تمت تعبئته للرحيل بما في ذلك المكتب وآلة الأشعة السينية، وفعلا استقر بنا الحال في الخرطوم في منزل صغير مهجور ومصاب بوجود في إيران. المدارس التي التحقنا بها كانت في الخرطوم بحري، وتاح لنا ذلك الفرصة لرؤية ومعرفة أبناء عمومتنا في العاصمة. لكن هذه التجربة لم تنجح، حيث لم يقتصر الأمر على أنه طبيب مدينة أنيق، فقد كان عليه أن يرتدي بدلة وهي عادة يكرهها، ولبس البدل هذا ما لا أحبه أنا أيضا طوال حياتي، ولا أعتقد أنه كان يعرف كيف يتعامل مع الأثرياء والذين ربما لم يكونوا بحاجة شديدة إلى مهاراته. ومهما يكون الأمر فقد كانت التجربة كارثة بعض الشيء، ولم يطل الأمر حينما عدنا إلى حياتنا في مدينة كوستي حوالي العام 1963. عندما حدثت ثورة أكتوبر 1964 وتمت إزالة عبود، خضع السودان لسلسلة من التغييرات الراديكالية المؤلمة، حيث جربت الديمقراطية الغربية بطريقة ما، ولكن في رأيي على أي حال لم تنجح. في وقت لاحق أفهم الآن مدى التقدم السابق لوقته كان أشخاص مثل الأستاذ محمود محمد طه، فقد كان يملك الحل والتصور الإسلامي الجامع والمتحرر والمتطلع، وكان يملك أساس راسخ في المعرفة الثقافية وطرق التعامل مع التقاليد الإسلامية. لقد كان بالفعل رجل سابق لوقته. لست متأكدا تماما متى التقى الأستاذ محمود ووالدي بالضبط، ولكن من الواضح أن أمرا عظيما طرقهم، حيث كان ووالدي يتحدثان بطريقة عميقة وحماس وغالبا لفترات طويلة عن كل شيء، وكان هناك أشخاص آخرون، والأستاذ محمود كان دائما هناك مرحبا ومتاحا للجميع. لابد أن ذلك قد دفع بزوجته وعائلته المسكينة إلى التشتيت، لكنه كان يبتسم، وعندما يبتسم فمن الواضح أن كل شيء على ما يرام. كان على دراية كبيرة ويتحدث بشكل جيد للغاية ومدروس، وعلى الرغم من أنني كنت أفكر أنهم ربما يكونون مجانين قليلا بسبب الموضوعات والأفكار والخطط التي يبدو أنها قد وضعت، على نحو ما كنت أعتقد أن ذلك رائع، ولكن كنت أفكر أنه لا يمكن تحقيقه أبدا، وتلك كانت خواطر جهل الشباب. لكن الآن بالطبع أراها من زاوية مختلفة، وأظن أن هناك فرق بين العظمة والميديوكراسي أو الحذلقة. كان والدي يعمل حتى أواخر الثمانينات، حيث أصبح العمل أكثر صعوبة، وكانت والدتي تجد صعوبة أكبر في نهاية فترتنا بالسودان، فعادت للعيش في مدينة ريدينغ بالقرب من لندن. وفي نهاية المطاف استسلم الوالد أيضا للانتقال إلى بريطانيا في منتصف أو أواخر الثمانينات، وللأسف الشديد لم يبقى بالسودان الآن أي منا. يعرف أخي لويس أيضا باسم جون للكثيرين،
بعد أن تخرج من الهندسة جامعة خرطوم حضر إلى بيرمنغهام للقيام بعمل ما بعد التخرج، وانتهى به الحال أن يكمل درجة الدكتوراه في الهندسة الكيميائية. تزوج من جانيت ويعيشان الآن بالقرب من مدينة مانشستر بإنجلترا. لديه 5 أطفال وعنده الآن 3 أحفاد. يذهب إلى السودان كثيرا كممتحن خارجي في كليته، ويعمل بالتدريس متى ما يسمح له الوقت والصحة بذلك. كذلك أعرف أنه قد تبرع بمال وكتب إلى جامعته ومكتبة جامعة الخرطوم. أما أنا فقد تخرجت من كلية الطب نفسها التي تخرج منها الوالد، والتي هي الآن كلية الطب جامعة الخرطوم، التي جعلتنا نفتخر بها في العام 1976. كان عندي فم كبير كما يقولون، والبعض قد يقول أن عندي أيضا دماغ صغير. في نهاية المطاف وقعت في مشكلة أمنية، وقضيت بعد الوقت في سجن كوبر سيء السمعة للأشخاص المشاغبين وغير المرغوب فيهم. بعد ذلك تعرضت للمضايقة، وذلك جعلني أشعر بعدم الارتياح، ولميلي إلى الجبن إلى حد ما قررت أني بحاجة إلى مغادرة السودان. ومثل معظم السودانيين كان دوما لدي النية الأكيدة للعودة عندما تتحسن الأمور، وللحسرة غادرت السودان في العام 1977، ولحزن الشديد أيضا لم أرجع أبدا. أمنيتي الآن أن أفعل ذلك، أذهب للسودان قبل أن أموت. أليسون غادرت السودان مبكرا وتزوجت في إنجلترا، وتعيش الآن في بوتسوانا وفي جنوب أفريقيا مع قبيلة الإسكندريين، فنحن قد امتزجنا مع جميع أنواع الشعوب. ليليان تخرجت من جيولوجيا جامعة الخرطوم، وعملت في واحدة من أوائل عمليات التنقيب عن البترول في جنوب غرب السودان في أوائل السبعينات. وبعد أن تعرضت المنطقة عدة مرات لهجوم مسلح وأصبح الوضع غير مستقر وفي حالة حرب، غادرت هي أيضا لتعمل في مجال النفط في بلاد أخرى، فعملت في نيجيريا وناميبيا وفي الكويت وأنغولا والولايات المتحدة وأماكن أخرى. تعيش الآن في الولايات المتحدة مع نصف الأمة السودانية. فقد الوالد بصره بسبب التنكس البقاعي في وقت لاحق من حياتي. لقد كان مدخنا كثير التدخين مما أثر عليه بشدة، وتسبب في العمى الذي حرمه من نشاطه المفضل القراءة. وعلى الرغم من أنه كان لا يزال يستمتع بالاستماع للراديو، لكنه لم يعد هو نفسه أبدا، ورؤيته على تلك الحال كانت محزنة جدا. نشر كتابا في الخيال العلمي يدعى السوبرنوفا، وكتب كتابين آخرين لم يتم نشرهما، وتراسل مع كثيرين على نطاق واسع خاصة بعد مجيئه إلى المملكة المتحدة. وقد عثرت مؤخرا على مساهمات له في قصة حياة صديقه الأستاذ محمود محمد طه، الذي كان لديه تقارب كبير ومودة عميقة. في السنوات الأخيرة اكتشف الإنترنت، وكانت مصدرا عظيما لوالدي، وهو لديه ذاكرة ممتازة حتى آخر أيامي، ولديه حس فكاهي قوي وعقل فضولي رهيب. كان رجلا سعيدا باركه الله أينما ذهب، ولا أزال أفتقده. الوالدة عاشت بعده وتوفيت بسلام بعمر 93 عاما. حين اقتربت من النهاية في أيامها الأخيرة، اختارت أن تعيش بمفردها، واحتفظت بمنزل جميل ونظيف وحديقة مذهلة كان يحسدها عليها جميع الذين زاروها. كانت امرأة صادقة منذ ميلادها الاسكتلندي، ولكن من سلالة يهودية، حيث هربت عائلتها من المذابح والقمع الجهنمي من قبل الروس في أواخر القرن 19، واستقرت عائلتها في اسكتلندا بعد أن قدمت من أوروبا الشرقية، مما هو الآن بلاد بولندا وليتوانيا، ولكن بعد ذلك صارت في الاتحاد السوفيتي. وتعريج خفيفة هنا، كل هذا الأمر اكتشفته فقط في التسعينات. أخيرا تعلمت من والدي التواضع والاحترام للآخرين، واحترام وجهات نظرهم مهما كان تفوق فهمه. كان يشرح الأشياء بكلمات يفهمها المواطن العادي، ويكره التعقيد، ويسعى جاهدا لجعل أي أمر بسيطا،
وهذا ساعدني كثيرا جدا في مسيرتي. كذلك علمني طرق الاتصال التي جعلته ناجحا وشعبيا، موهبة الاستماع وعدم التسرع في الحديث. لقد أعطاني أفضل نصيحة عندما كنت طبيبا مبتدئا، قال لي ذات يوم بعد مشاهدة حديثي مع مريضة شابة خجولة، قال: عليك أن تجعلهم يضحكون وتريحهم، ثم ستحصل على أفضل ما عندهم وسيحصلون على أفضل ما عندك، بعدها سيراهنون عليك. كان يتحدث عن المرضى بالطبع. هذه الملاحظة خدمتني كثيرا طوال حياتي كطبيب. كان يريدني دائما أن أكون إيجابيا، وقد كان دائما إيجابيا، كان متواضعا، وكان الرجل الشعب. هذا كان حديث دكتور مايكل جيرجس ابن الدكتور جيرجس اسكندر، والذي أرسله موضوعا باللغة الإنجليزية. القصة تستحق ليس فقط أن يحتفى بها، وإنما أن تعرفها الأجيال. فالأب من مؤسسي العمل الطبي بالسودان، فضلا عن أنه من معالم مدينة كوستي وتاريخها، كما أن زوجته السيدة روبيكا سميث من رائدات خدمة التوليد والتمريض الحديث بالسودان. أبناؤهم درسوا جميعا بجامعة الخرطوم، ورغم اغترابهم ظلوا عالقين بالسودان، يشكل هويتهم ويسكن وجدانهم. نسأل الله العلي القدير أن يعم الجميع نفع سيرة الرجل الصالح الدكتور جيرجس عياد اسكندر.